السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين غير خزايا ولا نادمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. يقول الله تعالى في سورة الملك، نحن نسميها سورة تبارك، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. المفروض كل واحد فيكم اليوم يكون معه ورقة وقلم وتنتبهوا الانتباه الكلي على ما سيأتي معنا في هذه الآية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أولا، الكفر هو الستر والتغطية. أنا حطيت اللفة فوق الكاسة، شو يقال لي؟ كفرت الماء، يعني سترت الماء. ستر الكامل بالناقص، كل ستر للكمال بالنقص يقال له كفر. البستاني بيستر الحب بالتراب، فشو يقال له؟ كافر. الله سمى المزارعين أعجب الكفار نباته، سموا كفار لأنه ستروا الحب الجيد بالتراب الناقص. فإذا كل ستر للكمال بنقص شو يقال له؟ يقال له كفر. وشرعا هذا في اللغة، أما في الشريعة المطهرة الكفر هو عدم التصديق بالوحدانية، عدم التصديق بالوحدانية لله وبالرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. 2-3، وعدم الالتزام بما علم من الدين بالضرورة. نعدكم إياها شرعا، هو عدم التصديق بالوحدانية لله. ما مصدق أنه الله واحد، في له مساعدين أصنام أو شركاء، نسأل الله السلام. عدم التصديق لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وعدم الالتزام بما علم من الدين بالضرورة. هلا بشرح لكم اياها، جاي معنا الشرح. والإيمان، إذا أن الكفر هاي صفاته، أما الإيمان هو الإقرار باللسان أن تقر بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إقرار باللسان وعمل بالأركان
الأركان الإيدين والرجلين والعين والتم، شغلهم بالصلاة بالصيام بالذكر بالزكاة، هذا قول إقرار باللسان وعمل بالأركان والتصديق بالجنان، جنان القلب، يصدق القلب أولا ثم تقول باللسان ثم تعمل، وهذا هو الإيمان، قول وعمل وتصديق. أنه اللي بيبدأ أولا التصديق في القلب ثم يتبعه القول ثم يتبعه العمل. فالتصديق الكامل مع الإذعان والقبول، فلو واحد شهد أن لا إله إلا الله ولم يذعن بقلبه، ما اعتقد بقلبه الاعتقاد الكامل، فلا ينفعه، بل يقال له معاند أو معارض، عاند الإسلام أو عارض الإسلام فليس بمسلم، فلا يصح إيمانه. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت عندهم صادق لكن ما مصدقين أنه نزل عليك القرآن، ما مصدقين أنه الله أرسلك، كما مر معنا أجل عند النبي وقالوا له إنك لست مرسل، الله ما أرسلك. فأنزل الله ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين. إذن الكفر إنكار ما علم بالضرورة مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أتانا بالصلاة، الله أمر بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا 5 أوقات وكل وقت كم ركعة وكيف تركع وكيف تسجد وكيف تقوم. فلو واحد قال: قال أخي أنا صائم بصلي لكن ما بزي حدا من غير ما أصلي، مو صلى مشان ما يزي حدا، أنا ما بزي حدا من غير ما يصلي، أنا ما بصوم صائم ما بصوم لكن ما بضر حدا. يعني النبي لما كان يصوم يصلي كان النبي يأذي حدا ويضر حدا؟ الصحابة لما كانوا يصلوا ويصوموا كانوا يؤذوا حدا ويضروا حدا؟ أمر الله أمرك به، وتكليف الله كلفك به، فإن امتثلت الأمر فأنت مؤمن، امتثلت الأمر واجتنبت النهي فأنت مؤمن، وإن تركت الأمر وفعلت النهي فأنت كافر. فالعمل إيمان والترك كفر. فإذا كان هذا اسمه كفر اعتقادي، هذا الكفر الأكبر، أنا ما بصلي ما بزي حدا ما بصوم لكن ما بضر حدا، شو الشيء بالصلاة يعني؟ لا، الشيء بيترك الصلاة، يعني الدين بالصلاة، لا الدين ترك الصلاة، لكان الدين بالصيام، لا الدين ترك الصيام. شو الدين عندك لكان؟ الدين عنده يكيف وينبسط على كيفه، هذا الكفر بالإسلام. لكن الكفر ليس هو هذا النوع، الكفر أنواع، لحفصل لكم اليوم بعض التفصيلات حتى ينتبه المسلم، الرجل والمرأة والطفل والكبير والصغير، ننتبه على آية من كلام الله عز وجل نقرأها لكن ما نوعاها: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. شو هي الكفر؟ أنواع. أول ما أبدأ، الكفر هو جحود النعمة، هذا يسمى الكفر الأصغر، جحود النعمة، يعني أن تنكر
النعمة التي أنعمها الله عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفرتم بإيش هون؟ كفرتم بالنعم. فكلمة الإنسان لما بيعتمد أنه نسيان النعمة، نسيان النعمة كفر. أنت فكر حالك أنه ما لك عم تتذكر، لكن هذا يعتبر كفر للنعمة. الله أنعم عليك بنعم بدك تتذكرها وتشكرها، ما بس تذكرها وتشكر هذه النعم فيزيدك الله منها. أما إذا نسيت النعمة ولم تشكرها فالله عز وجل يبتليك بفقدانها، يفقد هذه النعمة فيصبح بلا نعمة. في الحياة ليش هذا الله عز وجل أفقد بصره؟ ليش هذا أفقد قوته؟ ليش هذا جعله مكرسح؟ ليش هذا جعله؟ منشان أنت تنتبه إلى النعم اللي الله أنعم عليك. لما بتشوف فاقد البصر تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لما بتشوف إنسان مقطوع رجله تشكر الله عز وجل يلي ما صار معك سكري، والسكري صار غرغرينا بالرجل فأطعوا له رجله، تشكر الله على هذه النعم. أما ما أجى لبالك ولا شكرت، شفت المريض وشفت المبتلى، شفت ما أجى لبالك تشكر، فأنت كافر بنعم الله. فجحود النعمة لح نذكر منها بعض الأشياء، منها كفران العشير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكفران العشير. قال صلى الله عليه وسلم: أريت النار، كشف الحجاب فنظر النبي إلى نار جهنم ورأى ما فيها، قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرنا. قيل: أيكفرنا بالله؟ بيكفر بالله النسوان؟ قال: يكفرنا العشير، تكفر زوجها يلي عم معاشرها في حياتها. كيف؟ قال: لو أحسنت الدهر، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. صار له هو وياها 40 سنة عم يطبخ ويكرمها، وعم 40 سنة بعد 40 سنة قال له: والله يا بنت الحلال جاي على بالي يتجوز، الله يلطاه المعيشة معك، صار لي 40 سنة معك والله ما شفت منك ساعة حلوة، ما شفت منك يوم أبيض. 40 سنة ما شفت يوم أبيض، كفرت 40 سنة لما سمعت أنه بده يتزوج. لو سألناه ليش بدك تتزوج، خليكم منتبهين، يقول: والله أنا مرتي كبرت، لا عادت تزينت ولا عادت جملت، وبتقعد قدامي بأواعي المطبخ وبتنام وريحتها طالعة، لذلك أنا بدي أتزوج، بدي أعيش حياتي. نقول له: معك حق ولا ما معه حق؟ نقول له: معك حق، وإذا بتحب أنا بخطب لك. هاي ما بيحبوها النسوان. أنا عندي ما في مين يتني، لكن تكون الزوجة تعرف حق زوجها. إذا الزوجة أدت حق الزوج ما بخلي واحد يتني، ومعروف أخوان الشيخ رجب ما حدا يتني بفضل الله.
لكن لما المرأة تقول له والله كبرنا على الشغلة وكبرنا على كذا وما هذه تحط على وشها شيء ولا هذه تتزين ولا هذه تلبي وصار بدها دائما نطلع ونفات حاطة رابطة راسها، راسي عم يجاني، ظهري عم يجاني. اي طيب وهذا رجل بالبيت بده حقه في البيت. فهذه المرأة تسمى كافرة بنعمة الزوج. فالنبي قال يكفرنا. قيل يا رسول الله يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيء منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح. فمعناتها يا أخواتي خاصة يلي بلغت من العمر 40 فما فوق وصارت يعني أمراض أكثر من عافيتها وصارت دائما تعبها أكثر من راحتها، لا تشكي، لا تتشكي دائما ولا تذكري دائما تعبك. مثل ما أنت تعبانة كمان زوجك تعبان، مثل ما أنت حاملة كمان زوجك حامل. فلازم تكون المرأة في البيت قدام زوجها، لو كانت مريضة تضع حالها أنه ما فيها شيء حتى الزوج ما يميل، أنه الرجل بده حياته. فلما بيشوف زوجته ما ملتت في ناحه بده مين يحن عليه. الرجل يا أخواتي كلكم لازم تنتبهوا، رجال ونساء، الرجل يا أخواني بده مين يحن عليه، بده حنان. فإذا ما وجد زوجة فيها حنان لو كان جمالها مثل القمر بيتركها وبيتزوج وحدة سودة بس يكون فيها حنية. سودة فيها حنية أفضل من جميلة بلا حنية. فهموا الموضوع، بده حنان. هذا بالنسبة للمرأة. فلذلك المرأة اللي بتسوء عشرتها مع زوجها هذه كافرة للنعمة. إذا ساءت نعمتها عشرتها لزوجها، إذا قصرت بحقوق الزوج، قصرت بحقوقه. العادة بتجيب له كاسة شاي، بتجيب له فنجان قهوة، بتجيب له، ما عاد تلتفت له الأمور، صار بدها تأمن له بس لأمة الأكل، وأكثر من هيك مالي فاضية، مالي فاضية. فبنقول لها أنت قصرتي بحق الرجل فليه له حق أن يتزوج. فإذا قصرت بحقه وقصرت بالإحسان إليه تعتبر حكمها مرتكبة كبيرة من الكبائر شرعا، مرتكبة كبيرة من الكبائر مثل الإشراك بالله، مثل أكل الربا، مثل المعاصي، كبيرة من الكبائر. تقول إيه أنا خدمته كل عمري هلا يروح يتجوز علي؟ أدي له حقه، ما بيروح لبرا. الرجل إذا كان مأمن حقه، خاصة إذا كان كبرت زوجته وهو بيحبها، والله لو بتصير مهما كان، لو اجته ملكة جمال ما بميل إلها ما دام في خدمة من زوجته. أما زوجة طول النهار بالفرشة وكل ما جا جوزها ربطي رأسها من قبل قال ولا تتزوج أناني ولا عناني ولا حناني ولا مناني. هذول الواحد لا يتزوجون، واحدة من هالأربعة لا يقرب عليها. الأناني اللي دائما راسي ظهري اجري. الزوج بده يجي للبيت تعبان، بده يلاقي شوي هيك يرتاح، يشوف هيك وش مبتسم، شو مين يحن عليه؟ على أنين؟ أناني وحناني. متزوجة قبل منه واحد وكل ما قامت اجرى وجهها بتقول له الله يرحمه كان كذا،
الله يرحمه كان كذا، إلا الله يلحقك فيه وفرينا من فريني. حنانة دايما بتحن للزوج، لا أناني ولا حنانة ولا منانة. منانة بتقول له ابن عمي والله أنا من حبي لك دائما بذكرك لقدام أهلي، دائما بمدحك قدام أهلي مشان يحبوك، عم تمن علي، هي منية. إلا أنا مالي بحاجتك، حبوني ولا ما حبوني، جيبتي معباية وبيتي معبى، مالي بحاجتك. فهي المرأة المنانة كمان، لا أناني ولا حناني ولا مناني. حاصل هذا للنسم للمرأة. كذلك أنت أيها الرجل، حتى نكون عادلين، كما أن للمرأة حق كذلك للرجل حق، ولهن مثل الذي عليهن. كمان أنت أيها الزوج، تقصيرك بحق زوجتك كمان يعتبر كفر، خطيئة من الخطايا كبيرة. فمثلا بيسهر برا، بيسهر برا ما بيجي للبيت الساعة 11-12، لا تأخذوني أنا بحكي الصراحة، منك يا بنت الحلال عم يترك البيت ويطلع يسهر برا. لو كان بيته نظيف ومرتب ومأمن راحته ما بيقعد برا ولا بيسهر برا ولا بيقعد مع رفقاته. عنده 5 دقايق مع زوجته بتسوى الدنيا بما فيها، لكن جاي للبيت عم يشوف البيت قايم قاعد، الكندرة مرمية هون والجاكيت مرمية هون والبشكير مرمية هون والبيت وصيخ وكيف. الرجل بيحب النظافة. الله يرحم زاهر ابن شيخنا رحمة الله عليه، مرة من المرات بدنا نخطب، ما بعرف له أو لغيره، قال لي بتروح معي؟ نعم بنروح. رحنا، فتنا لأول بيت، بينما يساولنا فنجان قهوة صار يفزع الكنبايات يعمل هيك، يجعل التريا يعمل ايه؟ شو هاي؟ قال لي وسخين ما بدي اياهم. ايش قلنا شو بدهم ينظفوا لك تريا يعرف منين جاي؟ قال لي لازم يكون كله البيت نظيف. رحنا لبيت ثاني ريحة المرحاض فايتة على البيت، رجع بده نظافة، البيت نظيف برد الحياة يا أحبابي. كان صلى الله عليه وسلم يكنس بيته، نبي بإيده كان يكنس بيته ويرقع ثوبه ويخصف نعله بإيده. النبي كان 9 نسوان عم يشتغل صلى الله عليه وسلم. إذا ما أدراني قم أنت صاحبي شو صار؟ لما بتقصر المرأة نبهها مرة ومرتين وثلاثة ما انتبهت إلا سقط حقي عندها. لا تلوميني، ما بتتحملني إلا أنا تحملتك. بيت وصيخ، في بيوت والله بعثت لها 4-5 أو إخوان مشان يخطبوا من عندهم، عندها 4 بنات أو 5 والله ما بتذكر، بنات جميلات وصار عمرهم وصلوا ل25، ما حدا عم يخطبون. بعد 4-5 اخوان ما يرجعوا لعندي. لك يا ابني شو صار معك؟ قال لي والله لو كان بيحطوا لي تيلا ذهب ما باخذها. لك خير يا ابني؟ واحد قال لي شيخي احكي لك المغرب، قال لي البيت مرحاض، قال لي والله ما أحسن فوق، ما أحسن تشم الريحة، الوساخة، القزارة، قال لي البيت جوا كله. لك 4 بنات شو عم تعملي أنت وياهم؟ تركوا وهربوا. أهل ما والله شيخي دخيلك، اكتب لنا جلبي، ما حدا عم ياخذهم، بيشوفوهم
من وساقتك وساقت وبناتك؟ ما حدا عم يرضى. أما نضاف وبيت نضيف ومرتب كل الناس بتقبل. فأنت يا أيها الرجل كذلك، سهر براك البيت لا يجوز. الرجل اللي بيسهر براك البيت إنسان يعرض أهله للحرام. انتبهوا علي أنتوا رجال. الشاب يلي بيسهر برات بيته عم يعرض بيته للحرام، يعني عم يفتح الباب لمرته أن تقع في الحرام. هو المسؤول، مفروض عشاء تكون في البيت، صلي فرض العشاء على البيت، خلص بعد العشاء ما بقى في حدا، لا بقى في مقابلة، لا بقى في مجالسة، لا بقى في صحبة، لا خلص. الإسلام قال لك العشاء، كان عليه الصلاة والسلام يكره السهر بعد العشاء إلا لضيف جاي ضيف، أما كان يكره السهر صلى الله عليه وسلم. فسهر برات البيت ما في. من الشباب بيتزوج بيعمل العزايم لرفقاته وبيقتر النفقات على أهله وعلى أولاده، بيقلل النفقة على زوجته وأولاده وعلى رفقاته على رفقاته. أنت عاصي يا ابني، هي معصية من معاصي، تركت أهلك على شر وسعت على الغير، هي من معاصي، ارتكبت كبيرة من الكبائر وانت مالك حاسس على حالك ومفكر حالك صاحب دين وعم تصلي قيام ليل وعم تصلي الفجر في الجماعة عم تقرأ قرآن وانت عاصي. سببها انفاقك لبرا وتركك لأهلك فقراء في حاجة، لازم تكفي عيالك، تكفي بناتك، تكفي أولادك، وبعدين تعمل عزيمة برا بالسنة مرة بالسنة مرتين، أما كل جمعة تفضلوا جيب المطعم من المطعم لأكل تفضلوا، وبالبيت يلي بيزيد عن الناس بيأكلوا بالبيت، أما بالبيت ما في ما بيلتفت لهون. فهذا إنسان عاصي، هذا رجل، هذا رجل عاصي. طيب وثلاثة، أنت عايش بالبيت حياة عم تتعب حالك وتتعب غيرك، تغضب من أقل كلمة، بيغضب بنرفز، تصل معه لهون، شو الموضوع؟ الموضوع والله حامل كاسة المي وقامت كبت على الأرض مي. طيب وإذا كبت على الأرض تمسح الأرض، نطفت الأرض ما بقى فيها شيء، بيدعي عليها، بيسبها، بيشتمها، هاي زوجتك. السباب والشتم في البيت هذا غير صالح. المسلم في البيت كان صلى الله عليه وسلم في بيته بساما، بسام كان دائما ضحوكي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. دخل سيدنا عمر مرة قاعدين ببيت النبي عم يدقوا بالدف والبنات عم يغنوا، سيدنا عمر وقف على الباب ويلكن، لما شافوا سيدنا عمر ضبوا حالهم حطوا الدف تحت منهم وقعدوا عليه. أنا ويلكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله، النبي قدامكم ما كن أخذين هيبة للنبي. فقالت له أم سلمة من وراء الباب، قالت له نعم من هابك أكثر من النبي، لأنك شديد غليظ والنبي رؤوف رحيم. دخيل النبي، رحمة النبي. تعلموا يا إخواني من حب النبي كيف تتصرفون في بيوتكم. فبتغضب في بيتك، وإذا غضب ما بيرضى أوام. وهذا من أشر الرجال. الرجال أربعة، أنا والله بدي أكتب الحديث نسيته. الرجال أربعة، رجل
سريع الغضب سريع الفيء، سريع الغضب بطيء الفيء، سريع الغضب بطيء، بطيء الغضب سريع الفيء، بطيء الغيب سريع الغضب. حاصل أربعة. فأشر واحد فيهم يلي بيغضب أوام وما بيرضى أوام، ويلي بيكون بالرضا بيكون بالفرح يا ابني، بيكون بالسرور بدل ما تزعل. الله يعطيك العافية، خير خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة نساء النبي عليه الصلاة والسلام حبت للنبي أكله، جابت له إياها. سيدنا عائشة ضبط له الصحن، رمت الصحن بالأرض والأكل بالأرض، قالت لها احنا ما لنا بحاجة إلى أكلك. النبي ما قال لها بجوز ولا ما بجوز، لا، جابت الأكل حطت الأكل، تفضل يا رسول الله. سيدنا عائشة ما رضيت تأكل، مسمي مثلا حراء أصبعه جايب، تفضل. سيدنا عائشة ما رضيت تأكل، كلي، قالت ما باكل. فأخذت من حراء أصبعه ولطخت له وشها، لطخت له وشها. سيدنا عائشة النبي قاعد ضحي ضحي، بجوز ولا ما بجوز؟ نسر النبي. ثاني يوم قال لعائشة قال لها سوي لنا انت اكل، راح عزام هدي، قال لعائشة قال لها قومي لخطي لوشها مثل ما لخطت لك وشي. هذيك احتمت بالنبي واما النبي بيطخالها اجربه مشان تلحقها مشان تمسكها. لك يا حبيبي رسول الله، يا حبيبي رسول الله، ما احلى حياته. فهي تسهر برا شديد الغضب، ليش لحتى تغضب؟ ما في شيء بيستاهل الغضب، ما في شيء بيستاهل الغضب. لح اسالك سؤال، بزمتك ماسك الكاسه وقعت الكاسه انكسرت، وتاخرت عن صلاه الظهر لانه بتغضب اكثر، اسال نفسك تغضب لكسر الكاسة أكثر ولا لتأخير صلاة الظهر؟ لكسر الكاسة. أنت إنسان مادي، إنسان دنيوي، أنت ما بتحب الدين، مفروض قبل ما تأكل تقول صليتي، صلي قبل ما نأكل، تعال تأكل. ما سألت مرة أنه صليتي ولا ما صليتي، ما لك سائل عن دينها، وانت تقي ما شاء الله صالح. هي نقص يا ابني بالرجال، انتبهوا انتم كمان الرجال ان لا نكون على ذلك. نسي الانسان الواجب عليه الاحسان الى النساء، كرامة الرجل ان يحسن الى المرأة، انتبهوا، كرامة الرجل ان يحسن الى المرأة، وكرامة المرأة أن تعطف وتحن على الرجل. فالإحسان من الرجل والحنان من المرأة بيعيش البيت حياة السعادة. أما المرأة ما فاضية للحنان، فاضية للتلفزيون، والرجل مو فاضي للإحسان، فاضي للتلفزيون، هذا بيت خراب، ما بيت عمار. هذا معاملة النساء باللطف والعطف. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا، إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قبل ما أحكي لكم هالحديث، الحديث اللي بعده: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
قلت بدي احكي هالحديث انا للاخوان. قبل ما احكي ناديت للعائله، تعالوا قلت لها هالحديث هذا قري لي اياه، ارجو خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. قلت لها هذا الحديث بينطبق علي ولا انا مقصب شيء منه؟ بالله عليك لو سالوك على هالحديث شو رايك؟ قالت لي مالك عامل فيه أقل من 100%. لما قالت مالك عامل فيه هبط قلبي، لكن سكتت هيك لحظة، قالت لي مالك عامل فيه أقل من 100%. الحمد لله، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كون لطيف بالبيت. فأنتوا هلا يا رجال أحسنوا لأهلكم وأنفقوا عليهم، وأنتوا يا أخواتي يا نساء كونوا أهل حنان على أزواجكم ونظافة مع الخدمة، فبيكون البيت بيت السعادة في الدنيا وبيت وفي الآخرة. منكون خرجنا من هالآية وللذين كفروا بربهم، فلا الرجل كفر بالنعمة ولا المرأة كفرت بالنعمة. بدأت فيها كأنه هذا لا، أي أول شيء بالنسبة لنا. اثنين، وللذين كفروا بربهم، كفر الشكر، كفر شكر الوالدين، ترك شكر الوالدين هذا يعتبر كفر، ترك شكر الوالدين، تشكر والديك، تقدرهم، تحترمهم، تقبل ايدهم. هلا بهالزمان صار الشباب يشوف حاله، انا بوس ايد امي، انا بوس ايد ابي. لك يا ابني هذا شرف لك، هذا عز لك في الدنيا والاخره. بوس ايدها وبيس اجرها وبيس ايد ابوك وبيس اجره. اذا كان بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عم يقول لك الجنه، الجنه تحت اقدام الوالدين، ما قال لك فوق رجله، تحت اجره، تحت اجرها. قبل صفر رجله، قبل صفر رجله، هي هون الجنه. اما ما بيبوس ايد ابوه، مرحبا بابا، مرحبا ماما، شو طبختي لنا اليوم؟ يا ابني والله سويت لكم جدره، ان على ابو الاكله، ما انا رايح اكل مع رفقاتي. تكسر خاطر امك عشان لقمه اكل ما عجبتك، فوت كول خبز وزيت وزعتر، فوت كول. اما رايح اكل مع رفقاتي، هي من الاكل ما بحبها، بدك تطبخ لك امك على مرائك؟ وين تقدير الام واحترامها؟ لازم تبوس ايدها ورجلها وتقول لها الله يجزيكي عني الخير يا ماما، انت طبختي لي وانا ما اعرف قدرك. احترم امك، دللها. واقل الدلال قال صلى الله عليه وسلم: من قبل بين عيني امه، بوس امك من بين عيونها ما من خدودها، من قبل بين عيني امه كان سترا له من نار جهنم. حطيت حجاب بينك وبين جهنم، قبلت امك من عينها. فت على البيت، ماما شو هذا؟ ماما خير ان شاء الله؟ خير، شو في على راسي؟ ما في شيء لك يا ابني، خذ راسها. الله يخلي لي اياكي، الله يبارك لي بحياتك، ان شاء الله ما بحترمك يا ماما، ان شاء الله. بوس ايدها، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. والله يا ابني ما بيعرف كلمه قيمة هالكلمة هي إلا الموفق اللي بحياته بيسعد فيها. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك من أمك أو من أبوك. والله لو وزنتوها يا أبني بملك الدنيا هالكلمة أغلى. السعادة ليست يا أبني جمع المال، وليست الوظائف، وليست الملك،
السعادة في الدنيا والآخرة الله يرضى عليك. هي السعادة نيال اللي أم أبو بيرضوا عليه. أعطيكم مثال واقعي كلكم. كم شيخ في بالشام؟ مانيش تبرؤا إلى الله من حولي وقوتي، بس مشان نعرف النعمة الإلهية. في مشايخ بالشام؟ في مشايخ بيطلعوا أكثر من 100؟ نعم. ليش الله عز وجل أكرم العبد الذليل بين يدي الله الفقير إليه أكرم من الكل؟ بفضل الله توفى والدي وهو راضي علي، توفت الوالدة وهي راضي علي، وتوفى شيخي وهو راضي علي بفضل الله. هاي بركة الرضا يا ابن، هاي بركة الرضا في هالزمان وبهالوقت بفضل الله. هذا من توفيق الله يا ابن. يلي بيعرف قيمة الرضا هذا الرضا. فلا تظن انه الرضا ان كلمة الرضا من الوالدين. مريم لما كنا بالمدرسة صغار علمونا ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، ما بقاء الكون إلا بحنان الأبوين، كل من يغضب أما أو أبا يغضب ربه. فبروا آباءكم. بقية نسيان من وقت كان عمرنا 4 سنوات. فبروا والديكم تعيشوا سعداء، واسألوا الخير لديهم تعيشوا حاصل. فهذا ابني من طفولتنا كانوا يعلمون عليها. هلا ما عم يتعلم الولد، وإذا جاء على الجامع ما عم ينتبه. هلا أمانة الله إلكم كلكم يا ابني. الولد إذا له أم أو له أب بيرجع اليوم بيقبل إيد أمه وأجر أمه، وإيد أبوه وأجر أبوه. والأب الموجود بيناتكم يعين ابنه على البر. إذا بده يقبل خليه يقبل إيدك، خليه يقبل رجلك، ما عليه شيء. النبي قال رحم الله والدا أعان ولده على بره. عينه على البر. هذا إخواني الواجب في الإسلام. فكفر الوالدين أولا لما بتكون مع والدي، والدك غضب زعل، لا تخليه يغضب. أنت بتحط العدة بدي يضحك بدي يرشك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ما بر أباه من شد إليه الطرف بالغضب، طرف العين، حط العيد هيك بوش أبوه، أنت اسمك عاق ولست ببار، عاق. ما بر أباه من شد إليه الطرف بالغضب. صلى الله عليك يا رسول الله. ثم جمع النبي الصحابة وقال لهم مين عم يكتب فيكم؟ الله يفتح عليكم، الله يرضى عليكم، الله ينفعني وإياكم بكلام رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ النبي عم يسأل، تحبوا خبركم أكبر الكبائر؟ الكبائر التي ليس لها إلا التوبة، أن يتوب إلى الله مع البكاء مع الندم حتى الله يغفر له، وإلا لو صلى ما بتمحى الكبائر بالصلاة، ولو صام ما بتمحى الكبائر بالصيام، بدها توبة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3 مرات النبي عاد: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3 مرات. قلنا بلى يا رسول الله.
قال الإشراك بالله أول واحدة، أن تجعل لله شريكا، هذا شو اسمه؟ كافر اللي عمل لله شريك، عمل صنم أو عمل كذا، هذا شريك لله، هذا كافر. الإشراك بالله. ثاني واحدة وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين حتى مع الشرك صلى الله عليه وسلم، حتى مع الشرك الإشراك بالله وعقوق الوالدين. النبي عم يحكي حديث وكان متكئا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة 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 الزور. صحابي قالوا يا ريته يسكت، خافوا على النبي. فالنبي كان متكئ فجلس وارتفع صوته وقال له هو ألا وقول الزور. قول الزور الكلام الكذب، تكذب على واحد، تكذب على أبوك، تكذب على أمك، تكذب على صاحبك، هذا قول الزور. شهادة الزور تشهد شهادة ما صحيحة، هي شهادة الزور. عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 3 مرات. واحد بينزل للمحكمة بيجي بيشهد معه، بيعطيه 10 ورقات، 15 ورقة بيشهد معه شهادة زور، ما بتتحرك شهادة قدما شهادة الزور لا تزول، قدما شهادة الزور حتى تجب له نار جهنم. فانتبهوا يا أبي، حط عقوق الوالدين بين خطيئتين كبيرتين، الإشراك بالله وشهادة الزور. فمنات أديش عقوق الوالدين كبير. صلى الله عليك يا رسول الله. رواه البخاري ومسلم. وحديث ثاني رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ في واحد بيلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أبا. بيتخانق هو واحد بيقول له ينعل أبوك، بيقول له ينعل أبوك وأبو أبوك. مين اللي سب أبوه؟ هو اللي جاب اللعنة لأبوه. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم. من له ينعل أبوك على أمك، من له أبوك وأمك، برد له إياها، فسب أنت سبيت أبوك وسبيت أمك، هذا من أكبر الكبائر. كم نوع صار معنا؟ كفر الجحود، كفر شكر الوالدين، عدم شكر الوالدين، كفر 3، كفر المعروف، كفر المعروف. إنسان صنع معك معروف وإن كان ذلك المعروف دلالة، قال لك هذاك البيت، ولو بكلمة عمل معك معروف بدك تشكره. شكر المعروف نسيوه الناس،
من الأخير شو عمل معنا؟ دلنا. شو صار فيها يعني؟ صار له دين في زمتك المعروف دين يا ابني، صنعك معروف سواء معروف في الدنيا أو معروف في الآخرة، بدك تشكره. ما شكرته فأنت كافر للنعمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. دعي له أقل ما يكون، كتر خيرك، جزاك الله خيرا، الله يخلينا إياك، الله يكرمك، إن شاء الله ما بنحترمك، كلمة ولو بكلمة، وأقل ما يكون أن تقول له جزاك الله خيرا. هاي أهل الدين عندهم ياها رخيصة، الله يجزيك الخير، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا ابني. بتعرف المعروف ما قول، المعروف باللسان وباليد وبالقلب. قلبك بده يشكر، ولسانك بده يشكر، وإيدك بده تشكر. أما ما في عندك غير لسان بس، هذا كذاب. الله يجزيك الخير. صارت معي مرة مع أخونا الله يرضاني، ما بعرف إذا هون موجود ولا أبو النور موجود هون، أبو النور الله يرضى عليك، أبو النور ركبني مرة معه بالسيارة، الله يبارك له ويزيده توفيق. لما وصلني للبيت قلت له قديش طلع له؟ يا دخيل الله سيد، مشان الله كرام، قلت له ما بنزل لا أعطيك يا سيدي، والله من، قلت له جزاك الله خيرا. قام ضحك، ليش ضحكت؟ قلت له ما هي العملة اللي عم تعطوني إياها؟ أنت شو عم تعطوني العملة؟ جزاك الله خيرا. بروح لعند الخباز أعطينا رغيف خبز، جزاك الله خيرا، ما بيرضى. بروح لعند الخضر يعطينا زلزة بقدونس، جزاك الله خيرا، ما بيرضى. إيش شو عم تضحكوا علي يا كان؟ الناس ما تعرف شكر المعروف. إذا ما شكرت المعروف فأنت كافر للمعروف يا أبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء، من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. وجد يعني وجد مال، وجد خير فليجزي به. عمل معك معروف كافئه بمعروف. من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد، فقير ما في معه شيء، فليثني، امدحوا، فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. هذا كلام النبي، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطى، ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. واحد هاي بتصوم بين النسوان كتير، خاصة إذا واحد عنده تنتين، بتروح بتستريم عند جيرانها الأساوي، بتقول له شو في جوزي جاب لي أساوي أنت ما جاب لك، جوزي جاب لي خواتم أنت ما جاب لك، مشان تخلي بيت دائما هي وجوزها، دائما الخناقة هي وجوزها. هو ما جايب له، إنه جاب لي كذا، جاب لي كذا، هو مو جايب له. فهي كذابة مثل اللي عم يلبس توبين من الكذب. صلى الله عليك يا رسول الله. واحد يقول أخي والله فلان أعطاني، هو بيكون ما أعطاه،
بس مشان يحرش الناس عليه. هلا كثير هيك بعض الناس بيقولوا انا كنت عم بشتري كتاب، واحد من المشايخ جاي وجا فقير، فالشيخ التفت للفقير قال له اذا بدك مصاري روح لعند الشيخ كفتارو. الشيخ كفتارو هيك من امريكا عم ياخذ يعطيك، روح عند الشيخ كفتارو. انا واقف عم بسمع ما رديت عليه. بالطريق بدنا نعمل خناق، لقيت لي الصدفه ثاني يوم كنت عند شيخنا بالافتاء وجاي لعند الشيخ بدي قابل الشيخ. قلت له سيدي والله امبارح هيك 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 صار. قال لي ابني اللي خليه يفوت. دخل لعند شيخنا، الشيخ استقبله وقابله حدثه مد ايديه ايده على جيبه ودفع له مبلغ. الله يخلينا اياك يا شيخنا، الله يخلينا اياك. لما طلع فت لعند الشيخ تفسيري، طيب واحد عم يحكي علينا قال لي يا ابني والله اصبحت وانا اتلذذ بخدمه من يعاديني، والله اصبحت وانا اتلذذ بخدمه من يعاديني. أنا رجفت ركبي وصرت أبكي. قلت له يا سيدي أتعبت من بعدك، مين بعدك بده يتحمل هي؟ واحد يعاديني يجي أنا كرمه؟ هذا شكر، عم يشكر حتى العدو. لا إله إلا الله. من الكفر وعم تقع بيناتنا، والله عز وجل يسترنا ويستركم. من الكفر اللي عم يصير بين الناس وما حدا عم بيحس فيه. اثنين زعلوا قالوا فلان اخي والله اليهودي احسن منه، النصارى احسن منه، فلان كافر. كافر عم تتهمه بالكفر؟ عنده كلمة بسيطة، فلان كفر كافر. بعض زعماء الله يسامحهم، ما بدي أعين فئة من الإسلام المسلمين، اجى لشيخنا قال له نحن عندنا سلاح لا يفل، منهدم فيه أكبر شخصية. شيخنا قال له شو هالسلاح؟ قال له اللي ما بيمشي معنا منكفره. ايه يلي ما بيمشي معنا منكفره. ايه لذلك لا اله الا الله. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. شو صفي من هون؟ ما صفي منه حدا. واما ما ينفع الناس اسال الله ان يجعل خالصا لله. قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا كان كافر لحيته، وإذا ما كافر ترجع له اللي قالها. هذا الحديث رواه البخاري. حديث ثاني النبي قال من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ما بصير يا ابني كلمة الكفر تنسبها لحدا. لو رأيت منه ما يخالف الدين، فلان زنى، فلان شرب الخمر، فلان أكل الربا، ما بيجوز تقول عنه كافر. ممكن ساعة من الساعة يتوب ويرجع إلى الله. ما مسلم نصراني أو يهودي، اسمعوا مني، نصراني أو يهودي لا يجوز أن تقول عنه كافر حتى تشوف الخاتمة. إن مات على الكفر
فهو كافر، وإذا الله تبع لي صار مسلمان فلا يجوز نسبة يهودي أو نصراني، ما بيجوز تنسب إلى الكفر حتى يموت على الكفر. مفهوم؟ مفهوم شو عم بحكي؟ فأما تقول لي مسلم بيقول لا إله إلا الله، النبي قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من أصل الإيمان، ثلاث من أصل الإيمان، يعني ما موجودين ثلاثة معه، ما معه من الإيمان أصل، ثلاث من أصل الإيمان: من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب، من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. أي عمل عمله ما منخرجه من الإسلام، فلان خارج من الإسلام، لا ما في شيء خارج، ما منخرجه من الإسلام، زنا، سرق، أكل ربا، ارتكب حرام، ممكن أن يتوب الله عليه، باب التوبة مفتوح. فأما أنت تنسبه إلى الكفر نسأل الله السلامة، إذا ما كان أهل ترجع لها اللي قالها. صلى الله عليك يا رسول الله. واحدة أخيرة، لما بده يحلف بيحلف بغير الله، وحياة رأس أبوه، وحياة الكعبة، وحياة شو؟ هذا كفر لا يجوز يا ابني. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. صلى الله عليك يا رسول الله. وللذين كفروا بربهم، انتهينا كم نوع من الكفر؟ ما راح أوسع أكثر منه. وللذين كفروا بإيش؟ بربهم. شوفوا الكلمة، كفروا بربهم، ما قال كفروا بالله، كفروا بربهم. الرب هو الإله المحسن بالإيجاد من العدم، احفظوها. الإله الرب مين؟ هو الإله المحسن بالإيجاد من العدم، أوجدك من لا شيء، أوجدك من عدم، هذا الرب. الرب هو الإله المحسن بالإيجاد من العدم، فهو الإله العليم الذي رباهم في ظلمات ثلاث. الله وين رباكم؟ في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، ظلمة بطن الأم. ثلاث ظلمات أنا وإيد مدت لجوات هالظلمات الثلاث وركبت لك العظام. أي يد؟ تبارك الله بقدرته، تبارك الله بقدرته. لذلك ربى فيك السمع والبصر. هالسمع مين ركب أول كل هالإذن؟ الصيوان هذا، هذا هي لو سوالك ياها عظم تحسن تنام كنت؟ لو سواها لحم كان بتلزق، كنت ما تنام بدك إيمان. سوالك ياها من غضروف، حط لك فيها التتنايات، هذا الأمطين مشان تسمع الكلام من مسافة 20-30 متر تسمع الحكي، حط لك لجوا
الدهليز، ثم حط لك الطبلة، ثم الطبلة حط لك وراها المطرقة والسندان. تهتز الطبلة، تضرب المطرقة على السندان، تفهم عم يقول لك شو الكلام. روح شلال الربان، طرقت عند المطرة الطبلة، طرقت على المطرة، المطرة ضربت على السندان، مفهم انه روح اشرب لبن. مين فهمك يا جل جلال الله؟ ربى فيك السمع والبصر والدماغ. دماغ يا ابني، ما والله ما المسلم كأنه فقد بها الحياة. إذا ماشي بالطريق وشفت دبوس بالأرض، كم حركة في جسدك تتحرك لحتى تطالع الدبوس؟ إذا بتدرس طبا بتشوفهم 37 حركة في الجسد حتى تتناول الدبوس. أولا النظر شاف الدبوس، عطى الأمر للمخ أنه هون في دبوس. المخ عطى الأمر أول كل للرجلين اثبتوا، عطى الأمر للظهر ينحنى، عطى الأمر للإيدين ينفتحوا، عطى الأمر للعصبية تمسك. هذا كله أوامر عم تجي من الدماغ وانت مالك حاسس بشي. فكر ان الشغلة هيك صارت. مين خلق ومين ركب المخ ومين؟ الله أكبر. سمع وبصر ومخ. طيب والتم مين شقه؟ لو شعل لك تمك لهون، شوفها في كمان لهون، شو ممكن تطلع؟ جل جلال الله. وجعل لك شفافك هيك، خلق فسوى. جل جلال الله، خلقك فسواك فعدلك. عدل خلقك جل جلال الله، عدلك أو عدلك. فمين اللي خلق؟ دروس يا أهل ترى، كتافك مين ركبه؟ هالرقبة مين ركب عظامها وجعل فيها الراسورات تتحمل الراس؟ هالراس بتقله حاملته الرقبة. لما الواحد بيتعب أكثر ما بشوف إلا صار فيه وجع من هون أو وجع من هون، بيتعب ما بقى يعرف يلتفت يمين أو شمال. مين اللي أعطاك؟ مين حط لك العضلات بالرقبة؟ اللهم لا إله إلا أنت. بعد الكتفين مد لك صدر، كل العظام عمل لك ياهم مدورين إلا الصدر عمل لك ياهم مستطيلين. قفص من هون ومن هون خبالك تحت منه القلب، الرئتين، الكبد، الكليتين، المعدة. مين ركب هون هالتركيب هذا؟ روح اتفرج على خلقك في محلات ما بيبيعوا الأجسام. روح شوف جسم الإنسان شلون مركب، شلون ركبوا هذا؟ مين علق القلب؟ قال لك بتنام على جنب اليمين عشان يتم القلب نشط، لا تنام على جنب شمال عشان ما ينزل الدم على جنب شمال يصير معك رابوز. شو بيقول صار معه؟ رابوز بسموه، ما هي رابوز. هو نزل الدم كله صار على ايده، ما بقيت تتحرك ايده، خضرت ايده. فقال لك نام على جنب اليمين. جل جلال الله، دخيل الله. فبعد ما خلق لك الكتفين، خلق لك العضد، حط لك المفصل، خلق لك الزراع وربطه
بالمعصم حط لك الكف، هذا هيك لحاله صاير، هذا عم يتحرك، هذا لحاله عم يتحرك. مين أوجد؟ مين خلق؟ لو يدرس الإنسان الطب بخلقه فقط بدك أقل ما يكون سنتين تدرس لحتى تعرف شلون الله ركب هالجسم كدراسة، لحتى تعرف شلون الله ركب لك هالجسم. أما إذا بدك تعرف شو كل عضو شو فعله وشو عمله بدك 10 سنين ما بتخلص. فمن خلق؟ رب. للذين كفروا بربهم، ما شكرت الله على هالنعمة، ما شكرت الله على هالوجود. إجا لبالك تشكر الله على نعمة الريق؟ الريق الحمد لله، ها بسم الله. إجا على بالك تشكر نعمة الله على هالريق؟ لو ما هالريق ما بتحسن تاكل كعب، الخبز الناشفة بتاكل خبز، مع الخبز بطاطا، مع البطاطا رز، رز وبطاطا ناشف 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 عم ينجبل وعم ينبلع. مين خلق الريق؟ ذكرت الله الريق، حط لك بحنكة تحت اللسان 6 ينابيع، 6 ينابيع. هالست ينابيع كل ما تحرك الحنك بتضخ البزاق اللي بنسميه بزاق الريق، بتضخ الريق حتى يخلي دائما جزء الحل دائما رطبه. جل جلال الله لحاله صار للذين كفروا بربهم. عم تشكر الله على هالنعمه هي؟ عم تشكروا الله عليها؟ مين ممكن يجي على باله هالجمعة هي كلها؟ مين يجي على باله يشكر هالحاجبين فقط؟ ها هالحاجبين، مين يجي على باله يشكر انه لك الحمد يا ربي على هالحاجبين، لك الحمد يا ربي على ريف العين؟ شكرت الله عليه لله الحمد؟ ليه حط الحاجبين؟ تعرف بالصيب بدك تشتغل عم تعرف العرق إذا نزل على عينك مي مالحة بده يأذي العين، فحط لك الرفراف، بيجي على الرفراف بينزل الجناب كنار العين حتى ما يجي على عينك. مين رتب هالترتيب هذا وعمل لك ريف العين؟ ريف العين مشان دائما يمسح لك عينك، طالع نازل عم يمسح لك العين حتى من الغبرة. صارت هالغبرة حدا ممكن حس فيها؟ لو ما هالحركة كان عينك ما عاد تشوف فيها. شفتوا السيارات والغبرة على وجه السيارات، هي لو كانت بعينك شو بتشوف فيها؟ فمين خلق لك هالريف هذا؟ شكرت الله عليه؟ هذا الرب يا ابني، الرب بدك تعرف نعمه وتشكر الله على هذه النعم. هذا غير إذا بدك تلتفت للإيدين، للأصابيع، للعظام، القلب، الرئتين، الكبد والكليتين. لحاله الكليتين قد الجوزي، الكليه حاط لك اياها بصلبك. كل يوم عم تصفي 36 برميل دم، 36 برميل. البرميل بعشر تنكات 360 تنكه عم يصفي لك كل يوم هالجوزتين. عم تحسوا فيه؟ شكرت الله عليه هون؟ اللهم لك الحمد على ما أنعمت. هذا يا ابني كله من كفر، من كفر النعم. لذلك فكر يا أيها المخلوق، كم دفعت ثمنا لهذه النعم؟ هذا سؤال هلأ لكم يا أحبابي هلأ في الجامعة، أديش دفعت ثمن لهذه النعم؟ انت مديون. لذلك لما عم تقرا ما عم تنتبه، عم تقرا في القران بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. شو يوم الدين؟
اليوم الذي تقف به بين يدي الله وأنت مديون، مديون لله بالنعم، مديون لله بالنعم. يقول لك أعطيني ها سما النعم، النعمة اللي شكرتها أدي سمنها، ما شكرت النعمة ما أديت السمن، أديت السمن. مديون لله مالك يوم الدين. كل ما عم تقراها لازم تفكر شو النعم اللي ما شكرتها تشكر الله عليها. فشكر هذه النعم مديون. إذا الله طالبك يوم القيامة بسمن ما أعطاك مدى العمر، من العافية، من الصحة، من القوة، من التفكير، من البصر، من السمع، قديش أعطاك؟ قديش بدك تدفع؟ ما بيعرف قيمة النعمة إلا مين؟ فاقدها، فاقدها. الله عز وجل: اللهم أتمم نعمك علينا بدوامها ولا تعاملنا بزوالها يا رب. طيب، فلما الله عم يقول وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، عذاب جهنم حخليها لبعدين، بس اليوم رح أذكر، أذكر يوم يود المجرم. إذا كان طالبك بسمن النعم انتبه، يوم يعني أذكر يا مسلم، يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. عذاب يوم القيامة، ما بدك تأدي شكر النعم في عذاب. دخيلكم خذ أولادي، يفتدي ببنيه وصاحبته يعني بزوجته، وبنيه يعني أولاده. يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته عشيرته عيلته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. مين بيحسن أن فعلك يفديه ثم ينجيه؟ ما حدا بيحسن يدفع، كلا، عجزت بشر كله أنه يدفع فدية. إنها لظى نزاعة للشوى، هاي الشوى جلدة الرأس تنكشف، نزاعة للشوى تدعو من أدبر عن الإيمان وتولى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، بس بدو مال. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. آية تانية، قال الله تعالى، الله عم يعرفك بالنعم يا ابني. قل، الله أمر النبي أن يقول، وهذا الأمر لي أنا أقولكم كمان، قل من يرزقكم من السماء والأرض. شو الجواب؟ الله. أمن يملك السمع والأبصار؟ مين يملك سمعك؟ مين يملك بصرك؟ ممكن تنام يفزع على بكرة ما له شيء. كان عندي شاب، الله عز وجل يغفر لنا وله، كان مسكين شاب يعني بالعشرينات مغرم بالتطليع على النسوان. قلت له: يا ابني، الله خلق لك البصر، اشكر نعمة البصر، لا تقع في المعصية يا بني يا كذا. كأنه كسوسة، ما بيقولوا سوسة في الواحد، نام ليلة من الليالي فز ما له شايف شيء. يا ماما يا ماما ما لي شايف، ما في شيء. أمه ولي على قامتها، ولي على 50
رقدت فيه عند دكاترة. الدكتور الأول فحصه قال له عفوا ما في فائدة، الشبكية جافة ما في فائدة. تاني دكتور، تالت دكتور، اجى لعندي بعد 4-5 أيام، خير؟ قال لي يا ابني. قلت له قديش انا عم نبها؟ دخيله بوس ايدك. قلت له لا تبوس ايدي ولا بوس ايدك، روح اشكر الله، توضى وصلي واسال الله عز وجل ونام وانت ندمان. بيفتقد للنوم الله عز وجل. ما عن 3 أيام، بعد 3 أيام الله رد له بصره. الدكاترة قالوا شبكية نشفانة، يا الله بلل له إياها. رجع عندي قلت له احفظ هذا البصر، احفظه، بتسيء معاملته الله بياخذ لك إياه. لذلك أمن يملك السمع والأبصار، الله، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، مين بيطالع البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة؟ الله. ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ما لازم تتقي الله بقى بهالنعم اللي الله عم يعطيك اياها. وآية أخرى قال الله تعالى، أو هي ذات نفس الآية، ذلكم، يعني هي الآية ذكر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ذلكم الله ربكم الحق، ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. عذاب جهنم أنا تعودت علي وتعودت عليكم، ما بحكي على العذاب، بس لح أحكي لكم حديث أرأي قراءة لح أقرأه، انتبهوا بس لح أقرأ الحديث وإن كان طولت اليوم عليكم. أنا تعبت مو بس أنتوا، بس لح أقرأ لكم هالحديث قراءة تسمعوا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه، من غير موعد، جاء في غير حينه الذي كان يأتي فيه، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، النبي عم بيحكي لجبريل، فقال يا جبريل ما لي أراك متغير اللون. جبريل متغير اللون؟ قال ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمفاتيح النار. في رواية بمنافيخ النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم، صف لنا اياها. وجبريل هو اعلم الناس. فقال جبريل ان الله تبارك وتعالى امر بجهنم فأوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت.
ثم أوقد ثم أمر، فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. واحد بيقول له يعني على جنة من حمراء؟ ما في جنة من حمراء، جنة سوداء. فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهيبها. والذي بعثك بالحق، مين اللي عم بيحكي؟ مين عم بيحكي؟ سيدنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. والذي بعثك بالحق، لو أن قدر ثقم إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من حره. قديش اللي انفتح؟ والذي بعثك بالحق، لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من حره. يمين ثاني، والذي بعثك بالحق، لو أن ثوبا من ثياب النار علق بين السماء والأرض لمات من في الأرض جميعا من حره. هذا التوب، توب هذا جاكيت بين السماء وبين الأرض، أهل الأرض كلهم ماتوا من حره. اللهم الطف بنا يا لطيف. والذي بعثك بالحق، لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا ظهر فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه. هذا بكرة بده يكون مجالسون، نسأل الله العفو والعافية. والذي بعثك بالحق، لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا، لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه اللي وصفها في القرآن وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى. دابت الجبال بتدوب لتصل للأرض، للأرض السفلى. هذا حطوها، حطت عليها حلقة، فكيف بالسلسلة بقى؟ شيء بيخوف. بس أنا قراءة لح أقرأ لكم يا مشان يا ابني كمان خاف من الله شوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي يا جبريل، حسبي، حاجة حاجة بكفي، لا ينصدع قلبي فأموت، لح ينخلع قلبي. حاجة صلى الله عليه وسلم ما حسن يكمل له، حسبي حاجة حاجة كفى، لا ينصدع قلبي فأموت. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وهو يبكي فقال: تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت به؟ أنت سيد الملائكة عم تبكي؟ فقال: وما لي لا أبكي، أنا أحق بالبكاء، لعلي أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليها. خوف، سيدنا جبريل خايف على حاله. فأنت مأمين؟ الله يثبتنا بقوله السابق: وما أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به إبليس.
فقد كان من الملائكة. وما أدري لعلي ابتلى بما ابتلي به هاروت وماروت. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل، فما زالا يبكيان حتى نوديا أن يا جبريل ويا محمد، إن الله قد أمنكما أن تعصياه. أمان من الله، ليش عم تبكوا؟ إن الله قد أمنكما أن تعصياه. فارتفع جبريل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون، فقال: أتضحكون ووراءكم جهنم؟ فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما أسغتم الطعام والشراب، ولخرجتم إلى الصعودات أجبال تجأرون إلى الله تعالى. يا الله يا الله، هذا جؤر. فنودي: يا محمد، لا تقنط عبادي، بخير رحمة الله، لا تقنط عبادي، إنما بعثتك ميسرا ولم أبعثك معسرا. فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. شيء بيخوف يا مسلم يا أحبابي، إن شاء الله. وإن كان الآيات بتخوف، لكن ما منطالكم إلا وأنتم فرحانين برحمة الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.